جزاكم الله خيرا. المرسل لام ميم من الرياض يقول: في مصليات بعض المستشفيات ونحوها تقام الصلاة 4 مرات أو أكثر، فإذا صليت مع الجماعة الأولى أو الثانية فهل لي أن أصلي مع من بعدهم بنية النافلة؟ لأن ذلك أنشط لي من أداء النافلة منفردا. ثم هل لي أن أصلي مرة ثالثة بنية النافلة أيضا لأكون قضيت 4 قبل الظهر وصليت 4 بعدها؟ لا بأس بذلك. الأصل صحة صلاة المتنفل خلف المفترض، فإذا كنت تنوي بصلاتك الثانية أنها نافلة وأنها الراتبة التي بعد الظهر 4 ركعات فلا حرج عليك في ذلك. نعم.